لا يوجد جدار أو واجهة في المدينة إلا وكتب عليهما عبارات شعرية، غزل، مواعظ، حكم أو أسماء معينة يراد إيصالها رسالة مقصودة، وكأن تشويه المنظر العام بات مباحاً، ظاهرة تستفحل والحلول غائبة. لا يمكن تجاهل ما بدت عليه أغلب جدران المدارس والمجسرات في الديوانية من تشوه تام جراء ما كتب عليها من عبارات متعمدة تسيء للذوق العام، وليس فيها من مبرر يتيح اتباع هذا الأسلوب الخاطئ. نساء في المحافظة أكدن أن ذكر اسم الفتاة أو الإساءة لها علنا قد تسبب للكثيرات بمشاكل أسرية، ولا بد من وضع حد لهذه الظاهرة. هذا مجتمع مبني على عادات وأصول وتقاليد، أكيد أي بنية، أي أنثى، أي امرأة راح تنحرج من هذا الموضوع، بالتالي راح تأثر عليها، على مستقبلها، على سمعتها. أنت ايش راح تستفيد لما تفضح بنت أو اسم بنية؟ قد يكون هذا اسم البنية مميز، أهلها مختاري هي على ضوء أو نمط معين، تجي أنت بكل بساطة بجرة قلم تحطه بالشارع، على حائط مدرسة، على مجسر. شخص يكتب اسماء بنات على الحياطين، يعني حتى لو كانت اكو قصة حب بيناتهم، يعني مين يلجأ لهاي الطريقة؟ انا اشوفها لا تناسب مجتمعنا ولا تناسب الحضارة والثقافة والاخلاق. عنده طرق بديلة ممكن يوصل رسالة؟ اكيد اكو طرق هواية، يعني ما معقولة احنا هسه كل واحد يعني يعبر عن مشاعره على الحياطين، يعني راح تصير فوضى. غياب الوعي لدى من يعتقد هذه الطريقة مباحة للبوح بمشاعره، وعدم وجود التثقيف الفعلي والجاد لإخراج الشباب من حالة الفوضى إلى الشعور بالمسؤولية وروح المواطنة بالحفاظ على الممتلكات العامة. محتاجين لو ثقافة لهذا الموضوع، محتاجين لو نثقف حتى الطبقة الشبابية وحتى فوق الشباب، يعني الطبقات اللي يمكن أنه كانت عابرتهم مرحلة أنه التواصل الاجتماعي ومرحلة الشباب اللي كانت ما تعاني من حرمان ثقافي في الأزمنة السابقة، اليوم وصل الموضوع إن حال ثقافة عامة للمجتمع. مو صعبة أنه نمسك اللي يكتب على الجدران ونخلي غرامات معينة مثل اللي يذب القطية مثلا بالشارع أو الكلينيس أو غيرها من النفايات اللي موجود، ويحاسب ويعلن عنه أنه هذا كذا كذا. مو بس نخلي الكاميرات أمام بيوتنا أمام دوائرنا الحكومية، لا، خلينا نراقب الشارع، خلينا نخلي ناس فعلا يراقبون هذه الحالات اللي ممكن أن نسيء إلى بلد بأكمله وإلى ثقافة بلد. إملاء ضعيف وكتابات أغلبها بشكل غير مرتب تدل على الحالة النفسية الغير مستقرة، ويراه المختصون في علم الاجتماع بأنه نتاج لمجتمع يقوده من يفتقد وضع الحلول لجميع مشاكل الشباب التي لا تقتصر على الوظيفة والزواج وامتلاك المنزل. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.